مرحبا بكم في الأسبوع في دقائق. أطلقت 20 دولة شراكة بقيادة الولايات المتحدة تتعلق بالهجرة الآمنة والقانونية، وذلك في ختام قمة الأمريكيتين التي حضرها الرئيس بايدن. من شأن هذه الإجراءات مساعدة المهاجرين في القارتين، كما ناقشت هذه القمة سبل التصدي لتحديد تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي ووباء كوفيد-19. وأعلن نائبة الرئيس هاريس عن شراكة بين الولايات المتحدة والدول القاربة لمعالجة أزمة المناخ، وهي مبادرة جديدة تتضمن التزامات جديدة وبرامج للتكيف مع تغير المناخ واستخدام الطاقة النظيفة.